مباراة وعدت بالإثارة والمتعة، وحقق ريال مدريد البطولة رقم 14 له بعد فوزه على ليفربول في هذا النهائي الذي كان مثيراً وممتعاً بين الفريقين، حتى أن إثارتها كانت قبل انطلاق المواجهة بين الميرينجي ريال مدريد والريدز ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا. تأخرت المباراة لمدة نصف ساعة، والتي أقيمت على ملعب دي فرانس في العاصمة الفرنسية باريس بسبب تأخر دخول الجمهور. قبل هذه المباراة ريال مدريد نجح في تخطي السيتي من نصف النهائي بنتيجة 6-5 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. وواجه ريال مدريد نظيره ليفربول في 8 مباريات رسمية، فاز الفريق الملكي في 4 مباريات مقابل انتصار للفريق الإنجليزي في 3 مباريات بالإضافة لتعادل وحيد، وجميع المباريات كانت في المسابقات الأوروبية. وجاء تأهل ليفربول إلى المباراة النهائية بعد فوزه على فياريال الإسباني بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين. في عالم كرة القدم هناك علاقة عشق بين أندية وبطولات بعينها، بالنسبة لهم اسمها ليس دوري أبطال أوروبا بل دوري ريال مدريد، هي 14. وكأن الميرينجي يقول: هل من مزيد؟ من مصر، محمد عبد العال.